شعارات أصحاب السمو والشيوخ المنطلقة في أرضية ميدان المرموم على البركة. نسير بانطلاقة شوط جديد من أشواط الخير والبركة، شوطنا الشوط السابع المخصص للجعدان فئة المحليات على صايل. سير إلى البداية الأولى، صدارة هذا الشوط، مقدمة هذا الشوط مع المركز الأول في هذه اللحظات وفي هذا المسار. هذا هو شاهين لهجن زعبيل، هنا راشد بن محمد بن مروشد من يتابع في عملية التدريب والتضمير. أتابع المركز الثاني، وصل شاهين لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، بينما المركز الثالث وصول وتقدم وتسلل في هذه اللحظات في هذا المسار. وصل أيضا وتقدم مشاهدينا هملول لهجن الرياسة بقيادة علي بن ميل الوهيبي. المركز الرابع شاهين لهجن العاصفة بقيادة ومتابعة غياث الهلالي. أتابع المركز الخامس، هذا هو غازي القادم هنا في هذه اللحظات وفي هذا الانطلاق. لا أيضا لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى، السيف بن مطر بن خلفان الجابري من يتابع في عملية التدريب والتضمير، بينما هناك أيضا ظبيان في هذا المسار المتقدم في هذا الانطلاق لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبد الله بن ثعيل بالهايري، بينما يتابع المركز السابع. سابع التحديات هذا هو مضبوط في هذه اللحظات لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم سري بن سالم بالعرض الحميري من يتابع هذا الانطلاق، يتابع هذا المسار. المركز الثامن، ثامن المراكز هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد، بينما المركز التاسع مشاهدينا متابعينا الكرام، ياهو قدوم ياهو مسار في هذه اللحظات. الله، هذا هو الرسمي لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيق بن سالم بالعرض الحميري هنا. والمركز العاشر، هناك ايضا التقدم من لمح البصر لا ايضا سمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد ال نهيان احمد بن حميد، هنا الي ديلي في عملية التدريب والتضمير. هكذا النتيجة للعشر المراكز الاولى بهذه الشعارات بهذه الاسماء التي دائما تصول وتجول في عالمنا الساحر عالم رياضة الاباء والاجداد. نعود الى البداية الاولى، نعود الى الصدارة الاولى. هناك ايضا شاهين، شاهين على المقدمة، شاهين على الصدارة في هذه اللحظات لهجن زعبيل. هنا ايضا راشد بن محمد بن مروشد من يتابع هذا الانطلاق، يتابع انطلاقة شاهين على المركز الاول. المركز الثاني وصل وتقدم هملول لهجن الرياسة، وصل ظافر المضمرين علي بن ميل الوهيبي يقدم لنا هملول، بينما المركز الثالث شاهين لهجن العاصفة غياث الهلالي من يتابع هذا الانطلاق. الله الله، الناموس لمن هنا ما بين هذه المؤسسات ما بين هذه الشعارات. المركز الرابع، المركز الرابع وصول وتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام من ظبيان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبد الله بن ثعيل بالهايري من يتابع هذا الانطلاق في عملية تدريب والتضمير والعناية المستمرة. وصل شاهين لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. تحركت الأسماء في هذه اللحظات، تحركت هذه الشعارات. الله الله الله، القادم أحلى، المنطلق هنا في هذا المكان مسار. هذا هم سامح هنا لهجن الرياسة أحمد بن مطر بن مايد آل خيلي. هنا هناك الفيلسوف يتابع هذا الانطلاق القادم مع هذا الاسم، ولكن شاهين على البداية الأولى، شاهين على الصدارة. هجن زعبيل، هجن زعبيل على البداية الأولى مع المركز الأول، مع المتلق هنا المركز الثاني. وصول وتقدم من شاهين لهجن العاصفة، وصل هنا المسامح لهجن الرياسة. هنا الله الله، ما بين هذه المؤسسات، المؤسسات العملاقة. المركز الرابع وصل وتقدم ظبيان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبد الله بن ثعيل بن حمد الهايدي من يتابع في عملية تدريبه والتضمير، ولكن هناك الطف لسمو الشيخ زايد بن سلطان بن حمدان
بن زايد آل نهيان، وصل أبو خليفة جمعة بن عتيق الرميثي، هذا هو المحترف مع الكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير اتجاهنا اتجاه صحيح وسليم نحو خط النهاية، ولكن نعود إلى البداية الأولى. هذا هو لائحة الكيلو متر الأخير ما بين هذه الشعارات. هنا أيضا على البداية هجن زعبيل، هجن الرياسة، وهجن العاصفة، هكذا أيضا النداء أيضا أعزائي المشاهدين للثلاث المراكز الأولى. ولكن هنا ياهو وصول، ياهو قدوم من المراكز الخلفية، اللي قادم هنا غازي، غازي وصل على المركز الرابع في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد من يتابع هذا الانطلاق. ولكن أعود إلى البداية الأولى، الستمية متر الأخيرة على البداية الأولى، هذا هو المتلق، هذا هو المتلق يتلق بانطلاقة شاهين على المركز الأول. ولكن المسامح لهجن الرياسة أحمد بن مطر بن مايد الأخيلي باحث عن النقطة الثانية في صباح هذا اليوم مع شعار هجن الرياسة لهذه المؤسسة، المؤسسة العملاقة، مؤسسة هجن الرياسة، شاهين والمسامح، المسامح وأيضا شاهين هنا في موقع واحد في مسار واحد، هجن هجن الرياسة وهجن زعبيل في موقع واحد، شاهين شاهين شاهين، هجن زعبيل، هجن زعبيل مع المتلق على البداية الأولى، على الصدارة الأولى، هجن الرياسة، الله الله الله، هجن الرياسة هناك أيضا وهجن زعبيل، لحظات الهوت وهنش إلى خط النهاية. مشاهدينا متابعينا الكرام، آخذ المركز الثالث، على المركز الثالث وصل وتقدم هنا أيضا الطف لسمو الشيخ زايد بن سلطان بن حمدان بن زايد النهيان. والمركز الرابع لحظات وصول مشاكل لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان. والمركز الخامس هذا هو غازي لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، نعود مع الإعادة، ودائما الإعادة إفادة لهجن الرياسة المسامح. هناك أيضا على البداية تهانينا للمضمر أحمد بن مطر مايد الخيلي بتوقيت زمني مشاهدينا متابعينا الكرام 7:34، ايضا التوقيت الزمني ايضا 7:24، 7 أجزاء من الثانيه. تهانينا لهجن الرياسه. بينما المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام بتوقيت زمني مقداره 7:24، 7 أجزاء من الثانيه نفس التوقيت، شاهين لهجن ايضا زعبيل مع المتالق. بينما المركز الثالث توقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام لحظات وصول الى خط النهايه ايضا معلن ايضا بتوقيت زمني مقداره 7:34، وفاء وتماما وكمالا. هنا ايضا اعزائي المشاهدين هذا هو الطف لسمو الشيخ زايد بن سلطان بن حمدان بن زايد النهيان، والتهنئه للمحترف جمعه بن عتيق الرميثي، تهانينا والناموس.